بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله ناخد مثال على حاجة اسمها البروبرتي. البروبرتي بالطبيعي إحنا أخدنا فكرة البروبرتي أوتوماتيك، لأن هي بتبقى يعني بشكل implicitly موجودة جوه الكوتلين، لكن خلينا نأكد على المفهوم بتاعها قبل ما نتنقل على فكرة بتتعمل إزاي. لو إحنا جينا عملنا كلاس عادي جدا زي الايتم وحطينا جواه فاريبل عادي جدا اسمه ايتم نيم، اسم الايتم اللي انا عايز ابيعه مثلا، وحطيت جواه مثلا برودكت ايه، في الحقيقه الفاريبل ده احنا او الفيلد ده احنا بنحط عليه عمليتين، بنحط جواه قيمه، ولما بنحط جواه قيمه بنسمي دي عمليه سيت، يعني بنسيت فاليو تو ذيس فاريبل، وعندنا عمليه جيت تاني ان انا لما اجي استدعي منه قيمه او اطبعها. فانا جيت في المين فانكشن كده عرفت فار اي بيساوي ايتم من الكلاس اللي فوق، وهنادي من الاي واقول مثلا اي دوت الايتم نيم وادي له اي اسم. لما اقول له اي دوت ايتم نيم وادي له اي اسم منتج ما كده، انا بحط قيمه جوه الفاريبل. الفكره دي اسمها سيت، ماشي؟ الفكره دي اسمها ايه؟ سيت. ولما احب اطبع قيمه بتاعه الايتم نيم مثلا، وليكن انا بعمل مثلا فانكشن برنت او برنت لاين، وجيت قلت له برنت مثلا الاي دوت ايتم نيم، كده انا بستدعي القيمه المخزنه بالفعل داخل الفاريبل اللي اسمه ايتم نيم، وفي الحاله دي بنسمي العمليه دي عمليه اسمها عمليه الجيت. خلاص، يبقى دي السيتر فانكشن ودي الجيتر فانكشن. التو فانكشنز دول بيبقوا بيلت ان كده جوه الكوتلين، موجودين ما عندهمش مشكله. يعني احنا جوه الكوتلين السيتر والجيتر، الفانكشنز بتاعت السيت وبتاعت الجيت بيحصل لها اوتو جنريت لما بيحصل كومبايليشن للابلكيشن بتاعنا، واحنا شغالين بنجي بنعمل رن بيحصل له كومبايل، لما بيحصل كومبايل بيبقى الفانكشنز دول اتوجدت. زي ما احنا شايفين طبع لي الثينك باد لابتوب، ده اسم الايه؟ الحاجه اللي حطيناها في الجيت، طبعا الجيت طبعت. طب دي الفكره الاساسيه. تعال نشوف اكسبلسيتلي كده، لو احنا بايدينا كده عايزين نعرف الست والجيت هنعرفهم ازاي. عملنا اكزامبل جديد، وهعمل كلاس مثلا زي الايتم ده سميه برودكت، والبرودكت ده اعرف جواه فاريبل مثلا على سبيل المثال اسمه ايتم برايس، اللي هو سعر الايتم او سعر المنتج، وده اعمله مثلا التايب بتاعه او داتا تايب دبل، واديتها مثلا زيرو. مش هنعمل سيمي كولون لان عايز اعرف بقى مع الايتم برايس الست والجيت. فانا هقول له الجيت فانكشن دي لما حد يستدعي قيمه من الايتم برايس هتشتغل اوتوماتيك، هتساوي الفيلد. كلمه فيلد كلمه ثابته، كلمه جيت كلمه ثابته. فانكشن دايما اسمها جيت، الفانكشن الثانيه اسمها دايما سيت. الفيلد قيمه ثابته، معناها الفيلد اللي انت بتتكلم عليه اللي هو بالنسبه لنا دلوقتي في المثال ايتم برايس. اما السيت فانكشن بتاخد بارامتر انا سميته فاليو مثلا، وهقول له الفيلد اقصد طبعا بيه الايتم برايس بيساوي الفاليو اللي هي اتبعتت، يبقى اي حد يعمل سيت اي قيمه اتبعت حطها جوه الفيلد. دي فعليا القيمه اللي هي ده كده كده يعني الكود اللي اصلا الكوتلين بيجنريته، هو الكود ده ما عملناهوش زي ما عملناه، بس انا حبيت اوريك الاثنين عشان اقول لك فيه مميزات. وساعات بنحتاج الست والجيت نلعب ونعملهم بايدينا عشان بنحط عليهم ريستريكشنز معينه زي ما هنشوف ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. لكن دلوقتي انا بس جاست هتست، فهعمل فاريبل بي من البرودكت وبي دوت ايتم برايس اديته مثلا 28000، وفي البرنت لاين هقول له اطبع لي البي دوت ايتم برايس. لما اقول له اطبع لي البي دوت ايتم برايس هيشغل عادي الست والجيت بتاعتنا، في الست في ال 28000 هيشغل الست، وفي البرنت لاين هيشغل الجيت. وطبعا لو وقفت كده هيقول لي ريداندنت جيتر، يعني في ريداندنسي، يعني في تكرار او عمليه في تكرار الكود كده كده. هو بيقول لي ان الكود كده كده الكوتلين هي طبعا ما نعملش ريموف، بيقول لي كده كده الكوتلين عملت لك الجيت والست دي، انت ما عملتش فيهم اي حاجه جديده. هقول له ايوه بس احنا عايزين نشوفهم بس وبنكتبهم ازاي عشان المره الجايه نشوف ايه استخداماتهم. على العموم 28000 اشتغلت عادي جدا بالجيت والست بتاعتنا بدون اي مشاكل، ونشوف ان شاء الله ممكن نستخدمها في ايه.